بهاي الشغلة أنت غلطانة، في قانون وبتقدري تشتكي، مو هيك بتاخدي حقك. بس أمي، من وين جبتي المصاري؟ أنا كنت مخبيته من هالأربعين ألف ثلاثين ألف لرسوم، وبكرة آخر موعد، من وين بدي دبر هالثلاثين ألف؟ ماما نمشي؟ إيه يلا، خليني وصلك على البيت بالأول، بعدين بدي روح لأنه في عندي كم شغلة. تلعبها صح بوجود الصحافي والإعلام، بس لازم أعطيها درس ما تنساه هي وبناتها بحياتهم. ما عم بقدر أفهم ليش هيك عملت بعضو اللجنة قدام الصحافة. هيك لازم الولد يتربى، لما يغلط لازم ينضرب. أنتم من عائلة محترمة، مو عيب عليكم تقللوا أدب مع البنات لو سمحت الشوارع؟ يا سيدي، عن جد ولادك ضايقوا هاي البنت؟ مشان هيك هي كسرت لهم الموتور؟ لو سمحت خدن أنت، تفضل خدن وصلح موتورك. شفتي كيف عطته المصاري ليصلح الموتور؟ عن جد مو معقول هالمرة شعورية. يلي عملته أبارجيتا اليوم كان كتير ذكي. أوف يا روحي، شكلي بديشة هلأ انحلت صح؟ مشان هيك سكر على هالموضوع وروح أحكي مع أمك، خليها تكتب البيت باسمك وقال لي أبارجيتا من هاد البيت. مهلة الأربعة وعشرين، بعرف إنه المهلة خلصت، ما في داعي كل ما حاكيكي تذكريني بهذا الشيء، رح أحكي معها. تمام، إذا أنت ما عملت شيء رح أضطر إني أتصرف هالمرة يا روحي، بوعدك بهالشي. لازم لاقي طريقة، لو بدي أعمل المستحيل لازم اليوم يكونوا معي المصاري تبع الرسوم، لأنه إذا ما تأمنوا رح تصير مصيبة. أنا لازم أكون قوية، لازم. هاي أنتي؟ شوي تانية كنت رايحة على المغسلة تبعي. إيه مادام تأخرت مشان الحساب اللي عليكم. يا بابلو جيب الغسيلات اللي عنا. لو سمحتي سري شو، حاولي تخلصي لي هالتياب بسرعه، بكره زوجي في عنده سفره وتياب المدرسه تبع الاولاد معهم، ليك اذا فيك تخلصي لي اياهم اليوم. يلا شو صار معك؟ خدي. ايه يا مدام. نعم. مشان حساب الشهر. خلص ضيفي حساب الشهر الجاي وبحاسبك على اثنين، ماشي؟ تفضلي. هدول 500 روبية. بعدين بكمل لك باقي الحساب، هلا مو ضالل معي، مشي حالك فيه. شبك ليش مستعجلة؟ بالاخير رح تاخذي حسابي. ليكي لا تزعلي اذا كنتي عايشة لحالك، انا معي. يا سلام، ما اطيب هالشاي، طعمته بتجنن. بلاقيك قاعده مبسوطه وعم تشربي شاي. هلا انت كتير عاجبك الشاي صح؟ خدي كل لقمه من هي وانت عم تشربي. يلا، وبدك من هي كمان ولا بلا؟ هذا احسن وقت لاحكي مع امي مشان موضوع البيت. عم فكر ضل قاعد هون كمان شي يومين امي. مشان موضوع هالبيت